يعتبر الزبيطي من أقدم الأكلات الشعبية التقليدية التي يزخر بها المطبخ الجزائري، والتي تمتد إلى أواخر القرن الخامس عشر، حيث وجد مع تأسيس المدينة من قبل ثامر بن محمد الليثي المشيشري إدريسي وفق ما تسرده مختلف المراجع التاريخية. وللزبيطي تسميات أخرى، بينها المهراس نسبة إلى الوعاء الخاص الذي تحضر وتؤكل فيه، وكذا الباطوط. أما أصل ومعنى كلمة الزبيطي فبقي مجهولا، ويرجعه البعض إلى مكوناتها وطريقة إعدادها وأكلها. والزبيطي تحضره بعض العائلات الجزائرية كمقبلات تقدم إلى جانب الأطعمة الأخرى لفتح الشهية، لكون مذاقه حار جدا، ويجد أي شخص صعوبة في إكماله في المرات الأولى. ويقدم إلى جانبه كأس من الرايب أو الحليب للتخفيف من حدة حرارته، كما أنه من الأكلات البسيطة جدا التي كان يقتات بها الناس عامة، لأن مواد تكوينها بسيطة جدا وموجودة في كل بيت، ككثرة الدقيق والبصل والطماطم والبقدونس والفلفل الحار. ويقبل الناس على تحضيره بكثرة في فصل الشتاء بما يحتويه الطبق من مواد طاقوية وحرور. تضاعفت شهرة هذه الأكلة الشعبية في الأعوام الأخيرة، وانتقلت من مهدها مدينة بوسعادة وولاية المسيلة لتجتاح معظم مدن الجزائر، وسط إقبال منقطع النظير على محلها.